مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
دلوقتي الورق مش موجود، وجوزك سيادة المقدم برضو مش موجود، يبقى أكيد الورق مع سيادة المقدم، وهو مش هيسيبك هنا كتير، يعني لازم يجي لنا. الورق فين؟ مش معايا. أنا عارف إن أنت مخبيه. فين؟ أنا مش مخبيه. أمال فين؟ ما رأي تصرف فيه صح. أنت بتقول إيه يا هشام؟ كنت محتاج أفهم. ليه يا هشام؟ ليه؟ عشان الورق ده بالأهمية ديت ما ينفعش يكون معاك ولا معايا. أنت كده بتعرض حياة واحد زيادة للخطر. أنت مش بتحل. أنت مش واثق فيا ولا إيه يا هشام؟ على كده رضوى في خطر. معتصم اسمعني بس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. مفيش وقت، انا لازم الحقها. يا ابني زينب كانت هتروح في داهيه بسبب الموضوع ده، ما تخلينيش اندم ان انا قلت لها. وانت ما تخلينيش اندم ان انا ما لحقتهاش. المحامين اللي اتقتلوا كانوا واخدين تفويض من الدوله عشان يجيبوا الفلوس المتهربه بره البلد. اللي بيقتلهم عايز ياخد الفلوس دي لوحده. مش عايز يبقى معاه منافسين. في واحد مستشار في مجلس الدوله اختفى من فتره كده وظهر النهارده، اعتقد ان المؤتمر ده معمول عشان يتكلم فيه عن اسباب اختفائه وقضيه الفساد دي. طب انا هروح اغطي المؤتمر ده، خلي رشا وقاسر عنده هناك ما يتحركوش من المستشفى ويطمنونا عليه. يا جماعه انا اسف جدا، احنا مضطرين نلغي المؤتمر لان لقينا المستشار مقتول في اوضته. ايه الموضوع الخطير اللي انت عايزني فيه؟ بعد اذن المستشار عرفت ان ايه الورق خطير، هديت له صورة من الورق واحتفظت بالأصل. اتفضل يا عمر. عمر انت ليه عملت مش شايفني لما شفتني في الأوتيل؟ معقول يا رضوى؟ معقول تبقي شك ان انا ممكن ابقى قتلت المستشار؟ الجهاز عندنا تطور قوي كده في الجهاز. ممكن اعرف انا هنا ليه ومقبوض عليا بسبب ايه؟ على فكره انا مرات الضابط هشام شريف الجندي. ايوه انت السبب، لو ما كنتش جيتي وقلتي لي ان دي مش مرات محمد بطل انا ما كنتش عملت كده، ما كنتش هتقتلها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ صوتك ده يا دكتوره مش كده؟ صوت الاستاذه رضوى الصحفيه. تسجيل طويل ممكن نستنتج منه بكل سهوله كل حاجه عملتوها لحد ما اتصلتوا بيحيى العسل. ومين اللي قال ان ده صوتي؟ اي خبير اصوات هيميز صوتك بكل سهوله،
ويشهد بكده قدام النيابة وقدام المحكمة، وأكيد هيتاخد بشهادته، ولا إيه؟ حقك، وحقك كمان تتسلم لمحامي كويس يخرجك من الورطه الكبيره اللي انت فيها. لو تعاونت معانا اكيد هنتعاون معاكي. فين الجثه؟ خبيتيها فين يا دكتور؟ خليه يتفضل. مش هتحتاج تتصلي بحد. هشام باشا شرف بنفسه لحد هنا. الحقني يا هشام. خير يا منى، في ايه؟ كلموني في المستشفى قالوا لي انت هنا. الحقيقه مش خير ابدا يا هشام باشا. ممكن اعرف منى بتعمل ايه هنا؟ متهمه بالشروع في قتل. بيقولوا ان في تسجيل عندنا في البيت وان احنا تهجمنا على واحده وقتلناها. تسجيل ايه سيادتك؟ لو حضرتك عرفت محتوى التسجيل اكيد هتعرف انك مقبوض عليك انت كمان. ومعاكم الاستاذه رضوى الصحفيه. اتفضل اقعد يا هشام باشا. شكلك هتطول معانا شويتين. أنا بقيت زيك يا عمر، عايش بس ميت على الورق. يعني أنت دلوقتي مش شكري؟ زي ما أنت بالظبط كده مش عمر، واسمك الجديد محمد مطر، مش كده؟ ده أنت عارف كل حاجة. أوعى تفتكر إن أنا في اللعبة دي لوحدي، تبقى ساذج. عارف، دي واضحة زي الشمس. عيوني في الجهاز قالوا لي على كل الترتيبات اللي كانت معمولة لك عشان تسترد المليارات اللي تقربت بره مصر. الفلوس هو ده اللي انتوا عايزينه من الاول، مش مهم على جثه مين. والله يعني الموضوع مش شخصي يا عمر، يعني على جثتك، على جثه اي حد تاني مش مهم، المهم ان احنا نوصل لفلوسه بس. اه وانا عارف ان انت معاك رقم الحساب والاوراق اللي توصلك للفلوس دي. الكلام ده كله يخصني، فهتجيب الحاجات دي بقى بالذوق ولا؟ بس انت عارف يا عمر الأذية مش هتطولك انت بس، يعني هتقولي بقى لو طليقتك ام ابنك وجوزها لما يتورطوا في قضيه قتل. لا ومش بس ام، معاهم رضوى كمان زميلتك. مكتب استاذ رضوى منين لو سمحت؟ ادخل من هنا واخر مكتب شمال. شكرا. ايه يا رشا في ايه؟ معرفش، بيسالوا على رضوى. حبيبتي دي في انت مين؟ انا الرائد محمد عبد الله. استاذ رضوى لو سمحت اتفضلي معانا. اتفضل. معاك فين؟ كلمتين في المديريه. انت ازاي تجي لي لغايه هنا؟ ازاي تدخل عليا مكتبي قدام زمايلي؟ يعني يقولوا عليا ايه الناس أنا دلوقتي؟ انا معايا امر بالنيابه بالقبض على حضرتك. ليه؟ حضرتك متهمه في جريمه قتل. قتل؟ ايوه قتل. مفيش داعي افسر اكتر من كده. حضرتك اتفضلي معانا بهدوء وما تضطرناش لاستخدام العنف مع حضرتك. مدام منى وهشام باشا احنا متحفظين عليهم صفاتهم شركائك في الجريمه. اتفضلي معايا. خير يا رؤوف بيه. الخير احنا اللي سبقنا بيه، بس فعلا اتقي الشر من احسنت اليه. لازمته ايه الكلام ده يا باشا؟ انا مش فاهم اي حاجه. كمال سليم فاكرنا لعبه اطفال يتلعب بيها مره والتانيه وبعدين تترمي، بس احنا لعبه كبار، كبار قوي، وكل اللي حوالينا عباره عن عرايس ماريونيت. احنا اللي بنحركها وبمزاجنا ولينا في كل مؤسسه عروسه واتنين. هدي نفسك كده يا رؤوف باشا وصدقني دي زوبعه وهتعدي. عمر ما وصلش المطار يا فندم، اتنين نزلوا من العربيه وخطفوه. يبقى عملوها، كانوا بيراقبوه. مين دول يا فندم؟ الناس اللي كانوا عاوزين يقتلوه في الاول. طب يا فندم مفيش اي خيط يوصلنا ليه؟ حسن الظابط، حسن انت عارف انه كان الدراع اليمين بتاع شكري، ممكن يوصلنا لعمر ولشكري كمان. شكري مين يا فندم؟ اتقتل. ايه دليلك انه اتقتل؟ الجثه مدفونه فين؟ شفت ده بعينيك؟ لا يا فندم. يبقى كل شيء جايز ووارد. اسمع حسن، عاوزك تراقبه دقيقه بدقيقه. تمام سيادتك. التسجيلات وصلت للمباحث عن طريقي، وزمان بقى طريقتك وجوزها مشرفين هناك، ده اذا ما كانوش لسه في الطريق. ولو كمال بيه بقى حاول ان هو يساعدهم، فما تنساش ان ليك ابن، وانا عارف ان هو وحشك قوي. تصدق انا ممكن اعمل فيك خدمه؟ ممكن اجيب لك ابنك هنا وتحت رجليك.
ساعتها بقى هجبرك ان انت تتكلم من غير اي ضمانات. جابك هنا حسن؟ في قلق في الجهاز؟ في كل اجهزه الدوله يا شكري. في حاجه غريبه بتحصل او هتحصل محدش فاهمها. المهم ان في ناس كتير قوي هتروح في الرجلين تاني وبالسرعه دي. احنا كنا متوقعين ده من الاول. المهم دلوقتي ان احنا في خطر، ولو حصل والنظام وقع تاني انا وانت هنتحسب على رجاله رؤوف اللي وراه. طب وكمال سليم؟ يا باشا اللي هو كمال سليم طول عمره مظبط نفسه، بيلعب على كل الناس وعلى كل الحبال، محدش عارف يمسك عليه حاجه، ومش بعيد يكون مشارك في كل القلبان اللي حصل في البلد دلوقتي، هو اللي وراه. احنا فعلا ما عندناش وقت. احنا لازم ناخد اول طياره طالعه الفجر عشان نأمن نفسنا. خدت منه اللي انت عايزه؟ لا لسه. طب وبعدين؟ لها ساعه زمن بس. الموضوع ده هيبقى خلصان خالص. يلا تعالى معايا. مش هينفع. روف لسه مكلمني حالا وقال انه عايزني. خير في ايه؟ مش عارف. اديني رايح له عشان افهم. بس صوته ما كانش يطمن. طب موضوع التسجيلات اللي احنا بعتناها للمباحث اخبارها ايه؟ ماشي تمام. مسكوا اتنين والتالته في السكه. تمام يا فندم. لقيتوا عمر؟ الرجاله اللي بيراقبوا حسن ما بلغونيش بحاجه، بس في اخبار جديده عن عائله عمر. طلقتوا ابنه؟ هي وجوزها والصحفيه رضوى مقبوض عليهم وبيتحقق معاهم في النيابه دلوقتي. طب انا عاوزك تروح لضابط المباحث اللي قبض عليهم. في مكان تاني عاوزك تبعت رجالتنا على هناك هقول لك عليه، ومن غير ما حد يحس بيهم. تمام سيادتك يا فندم. قتل؟ انت متاكد ان الضابط قال انها متهمه في جريمه قتل؟ يا ريس متاكد من اللي بقوله لك، والجورنان كله سمع. انا بس ما كانش ينفع اقول لك الحوار ده في التليفون. انت صربعتني وخلتني جيت جاري وانا مش فاهم حاجه. اكيد في حاجه غلط. ايه اللي غلط بس؟ اكيد ابني مقبوض عليها اتحرك كويس، دي صحفيه. هي لو الموضوع غلط ممكن توديهم في 60 داهيه. الغريب انها لا كلمتني ولا اتصلت بحد من الشؤون القانونيه عشان يقف جنبها، مع ان ده كانت اول حاجه لازم تخطر على بال اي حد في موقفها ده. كان ده لو كانت بريئه، لكن عشان هي عارفه الفضيحه قالت لك خلاص تجيبها من قصرها وتقفل على الموضوع. طب انت ما بعتش حد وراها عشان يسال ويستفسر؟ سيادتك ما امرتش، واحنا هنا ماشيين بتعليماته بس. طب انت عندك فكره هم خدوها اسم ايه ولا مديريه ايه؟ لا مش عارف، بس لو عايز اعرف لك في ثواني. من فضلك اعرف بسرعه، وانا من ناحيتي هعمل اتصالاتي. نورت الدنيا يا باشا. امور يا حلمي بيه. احنا سمعنا ان في مشكله بينك وما بين ضابط ومراته. تقصد حضرتك هشام الجندي؟ بالظبط كده. هيكون بيني وبينه ايه يعني؟ جهه امنيه عليا زي اللي سيادتك بتشتغل فيها. مهتمة بقضية الدكتورة منى وهشام بيه والصحفية رضوى، ليه؟ الإدارة مهتمة بأي تجاوز في أي قطاع من القطاعات، مش قضية بعينها. وأنت عارف سخفت الصحفيين والداخلية دلوقتي مش ناقصة صداع. ورضوى صحفية مش صغيرة. وبلاش تشيل الشيلة لوحدك. إحنا برضه يهمنا مصلحتك. وأنا لما أطبق القانون على جميع المواطنين بلا استثناء، سيادتك تعتبر ده تجاوز؟ قانون إيه يا سامح بيه؟ تسجيل مجهول. بطريقه غير قانونيه وبدون اذن نيابه، يبقى فين القانون اللي انت بتتكلم عنه؟ احنا بنعمل التحريات اللازمه عشان نتاكد من صحه التسجيل ده من عدم. خلص تحرياتك يا حضره الضابط وبعد كده امر بالقبض عليهم. لكن دلوقتي انا هاخدهم في ايدي وانا ماشي، ولغايه ما توصل بتحرياتك لدليل قانوني صدقني احنا هنبقى اول ناس في صفك. هيحصل ان شاء الله، هيحصل اوعدك. شرفت يا حلمي بيه. ربنا معاك. بس اكيد سيادتك مش هتعدي الموضوع بالسهل. مش فاهم قصدك ايه يا ريس. مش فاهم ازاي مش رضوى ديت مدير تحرير الجورنال، والجورنال ده ليه جمهور وسمعه، ولو حد من القاده اتلط كلنا هنتلط، صح ولا ايه؟ ايه يا عم ياسر في ايه؟ هو الكرسي بتاعها الاحتمال يفضل حلف عينك ولا ايه؟ يا ريس انت استاذنا وانت اللي علمتنا لما الفرصه تيجي تلاقي حد مستنيه. ايوه مظبوط، وانت التلميذ نجيب وتتعلم بسرعه ما انكرش، بس بالراحه واحده واحده مش كده. ده لسه موضوع العمود اللي انت خدته في الثالثه ما بردش. طب كويس، زيادة الخير خيرين، نعتمد الاثنين مع بعض. مش لما نتاكد الاول انها معكوكه في حكايه كبيره؟ اكبر من كده يا ريس، دي تهمه قتل. الظابط قال لها كده قدام الكل، ولا حضرتك شايف يا استاذ جبر؟ عندك حق، بس امسك اعصابك وخد نفسك كده. اللي بيجري بسرعه بيتكعبل وقع على بدور رقبته. طب ايه المشكله؟ المخاطره الكبيره يا خساره كبيره يا مكسب كبير. وانا بقى بحب المخاطره. طب يا عم المخاطره ممكن بقى توكل على الله على مكتبك؟ انت
تعرف لنا الست دي فين ونعرف نوصلها ازاي. بطل بقى تحلم لوحدك ها، ولما يحصل حاجه حلها الحلال. تمام، بس افتكر سيادتك اني حجزتها. حجزت ايه يا ابني؟ هي مسابقه؟ لا اله الا الله. الو، ايوه انا. ايوه اسر بيه عندي. في ايه؟ ايه تقولي؟ ايه ده كده؟ خير سيادتك؟ فيه يا هاد بتقول ان رضوى رجعت. رجعت منين؟ من العمرة. ما انت اللي مش عايز تنطق يا عمر. اتكلم. مساء الخير. أهلا. يا رضوى خير مالك؟ لا أبدا مفيش حاجة. إزاي؟ هما البوليس اللي كان هنا دوت وجاي ياخدك كان جاي ليه؟ لا خالص، يعني ده كان مجرد سوء تفاهم وراح لحاله. هو أنت ما عندكش شغل ولا إيه؟ لا ورايا شغل، بس أستاذ جبر كان. ماله جبر؟ كان عاوزك باين. أنا معرفش هو عاوزك ليه بصراحة، ما قاليش. طيب أنا هخلص اللي في إيدي وروح له على طول. ما أظنش إنه هيستنى. أقول لك نصيحة أخوية يعني؟ سيبي أي حاجة في إيدك وروحي له على طول، عشان هو شايط على الآخر. جريمة وقتل. كان بلاغ كايدي حضرتك، كله كذب وتلفيق. والدليل على إنه كذب إن إحنا خرجنا أهو. ومين بقى اللي عمل البلاغ الكيدي الملفق؟ ولا يكون الموضوع ده كمان يعني له علاقة بعمر نصر، مش كده؟ الله أعلم. يمكن. يمكن؟ بتقول لي يمكن؟ أنت مالك بقى؟ كلامك مرسل وعايم، ما يليقش مع ضابط شرطة. وإيه؟ وضابط شرطة متهم كمان. بابا مفيش حد فينا متهم، القضية اتقفلت من قبل ما تتفتح. يعني إيه؟ كانوا واخدينكوا فصحى يعني علشان يصدقوكوا، علشان يعني كده من غير نيابة من غير تحقيق من غير محاكم. طب كان لازمته ايه كل اللي حصل ده؟ كان لازمته ايه ان هم يقبضوا عليكي وقدام كل الناس اللي بتشتغل في المستشفى؟ اذا كان المقصود يعني فضيحة يعني ولا دوشة ولا ايه عايزتهم؟ المهم خرجنا بالسلامة. ده بالنسبة لك وبالنسبة لها، لكن بالنسبة لي أنا كارثة بكل المعايير. وإذا كان المقصود إنها تحصل فضيحة ليكوا أو ليا، يبقى الهدف وصل خلاص. إيه اللي حصل ده يا رضوى؟ ما حصلش حاجة. بس اللي بلاني غير كده. أنا عرفت إن المحررين كلهم كانوا واقفين لما البوليس جه يقبض عليك. ده كان مجرد سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ جريمة قتل تبقى سوء تفاهم؟ أفهمها دي؟ هي العصفورة لحقت تبلغك. من إمتى والأخبار بتستخبى عني يا رضوى؟ وخصوص الاخبار السخنه اللي زي دي، مدير التحرير جورنان واسع الانتشار متهمه في جريمه قتل. اظن ده منشط رئيسي في صفحه الحوادث، مش كده؟ انا قلت لحضرتك ان ده كان سوء تفاهم وراح لحاله. اصرفها منين سوء تفاهم دي؟ يعني ايه متهمه في جريمه ولا لا؟ ملطوطه في جريمه مخله بالشرف ولا لا؟ انا لو كنت ملطوطه زي ما حضرتك بتقول، تفتكر كانوا سابوني امشي وابقى قاعده قدامك دلوقتي عشان تسمعني كلام ملوش اي لازمه؟ وجودك قدامي ما هواش دليل ياكد او ينفي اي حاجه. انت ليك سككك ودروبك مع النيابه والبوليس والقضاء، عشان كده عايز اعرف التفاصيل منك انت. مفيش اي تفاصيل. رضوى، واضح ان انت مش فهماني. انت بتشتغلي في مكان كبير ومهم، واي حاجه تمس سمعه المكان ده انا مش هسمح بيها، حتى لو جت من اكبر راس في البلد. انا مش فاهمه اللهجه اللي بتكلمني بيها يا استاذ جمر. حضرتك بتهددني ولا بتوصل لي بطريقه غير مباشره انك ممكن تستغنى عني؟ ممكن ونص وثلاث ارباع كمان. تفتكر لما البوليس يجي يقبض عليك ويوجه لك تهمه الاتهام في القتل، دي حاجة ممكن اسكت عليها؟ زمان الخبر اتنشر والجرايد كلها بتتكلم فيه وبيدور وراكي، فأحسن لك قوليلي عشان نلحق الموضوع إذا كان ممكن يتلحق. محدش هيوصل لحاجة لأنه مفيش حاجة. دي مش إجابة، أرجوكي ما تغاضيش على أعصابي أكتر من كده. واضح إن حضرتك منفعل ومش عارف بتقول إيه. أنا ليا كلام معاك بعدين، وتأكد إن لو في أي حاجة أنا عملتها هتمس سمعة الجورنال ده، أنا هستقيل بنفسي ومش هستنى حد يفصلني أو يطردني. أنا عارفة إن حضرتك خايف على اسمك وعلى اسم الحزب، ده مفهوم. لا مش مفهوم، مش مفهوم نهائي.
ومش مفهوم ابدا على حكايه عمر ناصر دي من اول الموضوع. وحان الوقت ان انا اعرف اللي ما اعرفوش. شكلكوا كده انتوا الاثنين بتكذبوا عليا، مخبيين عليا حاجه. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، ان كل سر مش ممكن ابدا يفضل للابد سر، لازم يجي الوقت المناسب ويتعرف. وجه الوقت المناسب علشان تشركوني فيه، والا هتحصل كارثه، وساعتها ما اعرفش اذا كنتوا هتخرجوا منها ولا لا. يا بابا مفيش موضوع اصلا، الحكايه كلها اتهام غلط مش اكتر. الله، ده انتوا مصرين بقى ان انتوا تخبوا عليا براحتكم. براحتكم حبيبي، بس انا بقول لكم لو الكارثه حصلت انتوا احرار، والله العظيم احرار. لان ساعتها لو حاولت ان انا هساعدكم هيبقى الوقت فين؟ ده خلص انتهى. استغفر الله العظيم. يا بنتي افهميني، انا لغايه دلوقتي واقف جنبك وعايز اساعدك. وانا الاول مره اقولها لك يا استاذ جبر، خليك في الضلمه المره دي، الموضوع اكبر مني ومنك ومن اي حد. يعني ايه؟ يعني دي لعبه كبيره قوي. كفايه ان اقول لك ان طليقه عمر نصر وجوزها كانوا موجودين معايا ومتهمين بنفس التهم. يعني قصدك تقول ان تلفيق؟ اقصد ان اللي خصنا منها كاعلام بيحاول يكون محترم اننا نوصل الحقيقه للناس. ودي نعملها ازاي بقى يا بطله؟ انا بقالي كام يوم شغاله على موضوع مهم، هخلصه واسلمه لك، وكده هبقى رضيت ضميري. وصدقني سمعه الجنار مش في انه يتقبض على حد ولا انه يطلع براءه، سمعه الجنار في احترامه للقارئ ومصلحته. عشان كده انا عايزاك بس تساعدني وتنشره. الموضوع عن ايه ان شاء الله؟ مش هقدر اقول لك حاجه دلوقتي، انا هخلصه واسلمه لك. شكلك شغل دماغك بالقضيه دي زياده. سامح باشا، يعني نعمل ايه؟ نلبس طرح ونقعد في بيوتنا احسن ولا ايه؟ اولا شكلك هتعمل مشكله مع ناس لا انت ولا احنا كلنا قدهم. ثانيا وارد قوي يكون التسجيلات دي مدسوسه عليهم. ولو حقيقي، ما هو لو في دليل اقوى من التسجيل دوت لا حلم ولا اللي ادخن منه هيفتح بقه. وهتجيبه منين الدليل ده؟ هدور عليه وهلاقيه. فهمني ايه اللي في دماغك؟ مفتاح اللغز دوت مش عند التلاته اللي كانوا هنا، لا عند الرابع اللي اتصلوا بيه واستنجدوا بيه ساعتها. يحيى العسال؟ الله ينور عليك يا ابو حميد، الدليل عند يحيى العسال. فوق يا عمر. انت عمر فوق، مفيش وقت. انت وديت الورق فين؟ رقم الرصيد وديتهم فين؟ بطل بقى تلعب دور البطل. انت عايز ايه؟ عايز ايه يا اخي؟ انت عايز تقنعني ان انت عايز تقضي الباقي من عمرك في البلد دي وسط الذل والقهر والفقر والزباله؟ انت مش عايز تفهم ان انت حتى لو رجعت كل المليارات دي مفيش اي حاجه هتتغير في البلد دي؟ عارف ليه؟ عشان المشكله في الناس. افهم يا عمر افهم. ايه ده بعد كل اللي حصل ده؟ عايز تقنعني ان انا احط ايدي في ايدك عشان تعقل؟ يا شكر عاش من شافك. انت عرفت مكاني هنا ازاي؟ اخر واحد ممكن تساله السؤال ده هو انا. عيب عليك، هو في حاجه تخفى على الجهاز برضو؟ كنتوا عارفين ان انا عايش؟ في الاول صدقت وزعلت، بس بعد كده شكيت. كفايه لحد كده شكري، خدوه في مكان يليق بيه يا رجاله. يلا يلا. لقيتوا حاجة؟ لا يا سامح باشا، مفيش حاجة. يعني إيه؟ يعني زي ما بقول لسيادتك كده، مفيش أثر لأي حاجة، أو كان في حاجة هنا فحد شالها نقلها في حتة تانية. قبضوا على شكري يا رؤوف بيه. عارف، الخبر وصلني. طب والعمل؟ مفيش، كل واحد دلوقتي بقى مسؤول عن نفسه. انتوا بتبيعونا؟ احنا اللي اتبعنا، واتبعنا رخيص كمان. كلنا بقينا على كف عفريت.
بس لو واحد لقى قدامه طوق نجاة لازم ينط فيه من غير ما يتردد. أنا عن نفسي هطلع من هنا على المطار على طول. يعني إيه؟ كمال سليم كسب في الآخر؟ لفترة مؤقتة بس، إنما وإحنا بره هنناضل وهنطلع عينه لغاية ما نسترد حقنا. طب أنا عايز أسافر أنا كمان. إيه اللي ممكن تقدمه؟ اللي تطلبوه. عمر نصر لازم يموت حتى لو كان عايش وإيدينا ما طلتوش. يا باشا ما هو كان تحت إيدينا، بس دلوقتي تحت إيدين كمال سليم. المهم راس الحية اللي هو السبب في الحكاية دي كلها من الأصل. عارفه. ماله ده؟ عايزينه يسكت. وصيتة دي. خلاص خلص وهتلاقيني حاجز لك تذكرة على نفس الطيارة. مسافة السكة يا باشا. ولاد من الجهاز عندنا راحوا بيت العسال، طلعوا الجثه ودفنوها في مكان تاني. انا مش عارف اقول لك ايه يا كمال بيه. اللي انت عملته لمنى ورضوى ده جميله مستعده ادفع عمري ثمنها. المهم انك تعمل اللي يمليه عليه ضميرك، وانا بثق فيك يا عمر. قبل ما اعمل اللي يمليه عليا ضميري ليه طلب واحد. اطلب افهم الحكايه من الاول. مين اللي امر ان عمر نصر يموت؟ مين اللي مكمل دلوقتي وعايز يموت محمد مطر مرتين؟ ولو عرفت هتكمل؟ هقرر. قبل ما تنشر التحقيق في 2007 الأسرار اللي انت تعرفها قلتها لحد؟ صعب افتكر طبعا، مستحيل. انت قلت لحد، حد انت استأمنته، لكن هو ما كانش أهلا للأمانة. مين يا جمال بيه؟